وبعد الشيخ الأمين يأتي دور شيخنا محمد المختار. محمد المختار بن محمد المختار، محمد المختار بن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيط كما تقدم. كما تقدم ذكر هذا الاسم له. هذا الرجل كان من علمه أنه قال لي، ذكر لي أنه أتى من بلاد شنقيط وهو الصغير، حتى ذكر العمر الذي أتى فيه وهو عمره 19، أحفظ هذا العمر. وكان بدأ في طلب العلم وكذا، إلا أن الأمين أتى مبكرا أو أتى متأخرا، أي بعدما جمع العلوم جمعا هنالك ثم أتى. والمختار لم يكن كذلك، لكن كان يطلب العلم. ما شاء الله. رأيت، فوصل إلى هذه البلاد وواصل في طلب العلم. رأيت على بعض علماء مكة، لعل منهم المشاط كذا، ما أدري إيش المشاط. المشاط. أيوة أحمد كذا المشاط في مكة من أهل العلم. والشيخ كان ذا دراية بالحديث، اعتنى بالحديث كثيرا. رأيت مع جمعه للعربية فنون، هذه الفنون التي هي الفنون اللسانية، لكن اعتنى بالحديث ما شاء الله. رواية ودراية حقا ما شاء الله. ويدل على هذا أنه شرح لي كتابا في مصطلح الحديث اسمه طلعة الأنوار، هذا لصاحب مرق السعود عبد الله ابن حاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، شرح لي هذا الكتاب في علم مصطلح الحديث، فتعلمت المصطلح عليه. ولم أتعلم هذا الفن على غيره من شيوخ أو من شيخية للملازمة، من بقية الشيخية للملازمة، لكن هذا الفن قرأته على الشيخ المختار مصطلح الحديث. ثم هو كان يشرح بعض كتب السنة في المسجد النبوي، وحضرت هذه الدروس أو هذا الشرح له لهذه الكتب في المسجد النبوي. وأذكر أنه عند شرحه للجامع الصحيح للترمذي، وهذا الكتاب استمعته جميعا عليه. شوف هذا الكتاب، لا كذا، أيوه لا بعده، أيوه هذا الأول. شوف الجزء الأول مثلا، نعم، من باب الشيء بشيء يذكر. نعم هذا الكتاب استمعته عليه ما شاء الله. شوف الجزء الأول، قامت بنشره المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. رأيت، شوف خط الشيخ، شوف خطه ما شاء الله. ايش يكتب؟ اقرأ. وقف لله تعالى على طلبة العلم بالمسجد النبوي. ايوه تحت نظر الفقير ولا ايش؟ الفقير محمد، الفقير اليه تعالى. ايوه محمد المختار بن احمد المدرس بالمسجد النبوي. أيوة. نعم شوف ما شاء الله اعطاني هذا الكتاب. ما شاء الله. خطه وقف، هذا خطه. خطه ما شاء الله. شوف كم سنة هذا، شوف كم. اقرأ كم سنة رشد السنة؟ 1396 هنا ولا هناك؟ أي نعم. نعم هو أرخ لعله فوق. أنا أرخت ولا أقول ما أدري. شوف كم قال، تحت انتفاع الفقير إليه تعالى تلميذ الناظر ابن عفقوني نفعه الله به وبسائر كتب السنة المطهرة عام 1396 1396. فهذا الكتاب اجتمعت الشرح عليه،
ولا أدري لا ما فاتني إلا ما قل جدا لعذر ما حضرت، ولكنت استمعت إلى شره جميعا لهذا الكتاب. ما شاء الله. وكان في شرحه يتعرض للرجال، يا سلام، يذكر الرجال في علم الحديث. ما شاء الله. رأيت، وأنا أحفظ حتى الآن أنه لما جاء لقب الأعمش فقال لنا الأعمش وسليمان بن مهران في علم الحديث بالرجال الحديث. وكان في شرحه ينهو منحات المحدثين، منحات المحدثين. وهو لذلك يأتي بعض الأحاديث فيها الأسماء والصفات وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فيشرحه شرحا ويسلم به دون أن يتعرض لشيء آخر. يا سلام يا سلام. رأيت. نعم. وهذا على كل حال معروف فيه. رأيت. نعم. وكان وسمعت ومما كان يذكره كثيرا في الشرح من العلماء كان يذكر أبا بكر ابن العربي كثيرا في المسائل، يتطرق لبعض المسائل الفقهية وهكذا. رأيت. فكان يذكره كثيرا. رأيت. عند الشرح للأحاديث، وإن كان قد كان يشرحه وإن كان شارحا له على يشرح الحديث هكذا كما يفعل المحدث، لكن أحيانا تأتي مناسبات فيذكره أبا بكر بن العربي الفقهاء. ما شاء الله. الفقهاء المالكيين. نعم. رأيت. شيخنا كيف كان تعامل هؤلاء المشايخ، هو شيخكم الأول والثاني، مع الطلبة؟ مع الطلبة. أي نعم.